نتمنى كده البرنامج يبقى وشه عليك رياضي. خلينا نروح دلوقتي مع حضراتكم لفقرة الصحافة من موقع اليوم السابع، وزميلتنا العزيزة جدا نورهان طمان هنعرف منها آخر الأخبار الرياضية المحلية والعربية في الصحف والمواقع الرياضية المختلفة. يا صباح الخير عليك يا نورهان. صباح الخير يا نهوان، صباح الخير يا كريم، صباح الخير عليكم مشاهدينا ومشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان. هنا من مقر جريدة اليوم السابع هنطلعكم على أبرز الأخبار الرياضية. الأهلي واصل استعداداته من موقع اليوم السابع، الأهلي واصل استعداداته اليومية بالتتش استعدادا لعودة الدوري. طبعا الفريق الاول لكره القدم النهارده الساعه 5 على ملعب مختار التتش هيواصل استعداداته، طبعا استعدادا لعوده الدوري مره اخرى في المباراه المرتقبه ما بين النادي الاهلي ونادي انبي يوم 9 اغسطس الجاري. كابتن سيد عبد الحفيظ قال انه راضي جدا عن اداء الفريق في الوديتين اللي كانت امام الجونه وامام سموحه، وكمان قال انه ريني فايلر المدير الفني للفريق هيعقد عدة جلسات مع الجهاز الفني للوقوف على إيجابيات وسلبيات الفريق في الفترة الأخيرة. ومن موقع يلا كورة، كاف يخضع الأهلي والزمالك لمساحات كورونا قبل مواجهتي الوداد والرجاء. موقع يلا كورة بيقول انه الاتحاد الافريقي لكرة القدم قرر انه هيخضع لاعبي النادي الاهلي والزمالك لمساحات كورونا قبل 48 ساعة من خوض مباريات نصف نهائي دوري ابطال افريقيا. ومن موقع اليوم السابع مرة أخرى، كشري يبحث إيجابيات وسلبيات الوديات الخمسة استعدادا للمقص. كابتن أحمد كشري المدير الفني لفريق أسوان هيعقد عدة جلسات مع الجهاز الفني لفريقه لبحث إيجابيات وسلبيات الوديات اللي خاضها الفريق، واللي طبعا كان أبرزها أنه الأربع وديات اللي خاضها الفريق انتهوا بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق باستثناء الودية الخامسة والأخيرة اللي أبناء الجنوب خسر فيها أمام وادي دجلة بثلاث أهداف مقابل هدفين، وكانت مباراة مثيرة على المستوى الفني بشكل كبير جدا. ومن موقع سوبر كورة، حوار خاص مع عبد الظاهر السقا، غلطة عمري عدم اللعب للأهلي ورفضت الانتقال للزمالك. طبعا عبد الظاهر السقا أحد أبرز المدافعين الدوليين وأبرز المحترفين في صفوف الدوري التركي، قال أنه بعد اعتزاله فكر وشاف أنه كان ندمان جدا أنه ما لعبش للنادي الأهلي، خاصة بعد ما اتعرض عليه الانضمام للنادي الأهلي عقب تألقه مع فريقه المنصورة، وكمان أكد أنه هو رفض اللعب للزمالك، وقال أنه أحد أسباب ندمه من اللعب عدم لعبه للنادي الأهلي هو طبعا تحقيق البطولات وتحقيق شعبية كبيرة لداخل مصر. ومن موقع كورة، 1.8 مليون تفصل نجم الجزائر عن ليفربول. أكدت صحيفة ميرور الإنجليزية واللي نقلت عنها موقع كورة أنه فريق ليفربول يرغب في ضم الجزائري عيسى مندي مدافع ريال بيتيس الأسباني مقابل 1.8 مليون جنيه استرليني. طبعا ده في ظل رغبة إدارة نادي ليفربول لمواصلة الانتصارات اللي طبعا كان آخرها تحقيق الدوري الإنجليزي بعد غياب 30 سنة. ومن موقع يلا كورة، فيفا يعلن الانتقالات، موعد الانتقالات في مصر. أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا عن موعد الانتقالات الشتوية في مصر على أن تكون في مطلع يناير القادم وتنتهي بنهاية الشهر. طبعا زي ما احنا عارفين الانتقالات الصيفية كانت بدأت يوم 29 يوليو الماضي وهتنتهي في 20 أكتوبر القادم. ومن موقع بطولات واخر اخبارنا، ذا سان تكشف عن صفقه مرتقبه ما بين استون فيلا وليفربول. كشفت تقارير صحفيه وعلى راسها صحيفه ذا سان البريطانيه عن رغبه اداره نادي استون فيلا في التعاقد مع ديفوك اوريجي لاعب ليفربول المعروف، وطبعا ده في ظل يعني استعدادات وسعي اداره استون فيلا في تعزيز صفوف الفريق بعد ضمان البقاء في الدوري الانجليزي. دي كانت أبرز أخبارنا من داخل مقر جريدة اليوم السابع. شكرا لكم جدا. نورهان طمان من موقع اليوم السابع، بشكرك جدا على التغطية دي. شكرا.